المحترم السيد رئيس بلدية أرزيون المحترم السيد رئيس الاتحادية الوطنية لكرة اليد السيد الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب البحر المتوسط السيد رئيس النادي أرزود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم احنا الفرحة الكبيرة أنه رئيس الاتحادية الجاي مثل الاتحاد العربي بأن نمضيوا هذه الاتفاقية، هذه الاتفاقية اللي راحت يعني تخلينا ننظموا هذه البطولة العربية للأندية اللي راح تكون شهر مارس بعد ما كانت مبرمجة شهر. أشكركم كل الشكر باسمي وباسم السيد العليان رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد أولاً على الاستضافة الشغوفة اللي حظينا بها وايضا على استضافه هذه الدوره اللي راح تكون اول دوره اللي راح تحتضنها الجزائر بعد سنوات كبيره والاتحاد الجزائري ولا الجزائر ما حضرتش بطوله كما هذه ولا على هذا المستوى. وهذه البطولة اللي كانت من المفروض تنظم في شهر أكتوبر راح تنظم في شهر مارس 2022 ونظن بأن هذا راح يسمح لنا احنا كاتحادية ولا كل الناس اللي رايحين يدخلوا في هذا التنظيم باش التنظيم يكون على أعلى مستوى وأيضا باش التنظيم هذا يكون يتيح الفرصة لكل المنظمين اللي رايحين يكونوا في الالعاب الاولى الالعاب البحر الابيض المتوسط باش تحلم الفرصه باش يكملوا كل الاشياء اللي لازم تكون حتى بطوله البحر الابيض المتوسط تكون ايضا التنظيم تاعها على المستوى. نظن بان كان عندي الشرف باش نمثل الاتحاد العربي وايضا راه عندي الشرف باش نكون بينكم وانا كجزائري ان شاء الله راح نتعاون وندعم هذه البطوله حتى ان شاء الله تكون ناجحه على اعلى مستوى ونشكركم. بارك الله فيك. الحمد لله الان كما قال لك الانسان يرتاح والحلم تحقق بصفه رسميه ان شاء الله كنادي ترجي أرزيو نادي صغير ليكون في علم المستحب أن هذا النادي صغير عمره يتجاوز 10 سنوات استطاع بمساعدة الجميع أن يصل إلى تحقيق الهدف وهو تنظيم البطولة العربية للأندية إن شاء الله بالجزائر. نتمنى من كل قلبي أن تكون هذه الدورة ناجحة بكل مقاييس وأيضا تدخل كدورة تحضيرية للموعد الهام الذي تنتظره الباهية وهران وهو تنظيم الألعاب البحر المتوسط وهران 2022. إن شاء الله نكون في المستوى إن شاء الله بتضافر جهود الجميع نحقق الهدف هنا وتكون دورة ممتازة بجميع المقاييس. وشكرا. صحيح. Thank you.